مشاهدينا ومتابعينا، الافتتاح الكبير دائما الإبداع للمخراز والتصفيات الكبرى في بلدة عنبتة، التميز الإبداع والأسعار المميزة والخاصة. نلتقي مع الشركاء دائما والمميزون دائما في الإبداع مع طارق. يعني اليوم افتتاح مميز وخاص في بلدة عنبتة للإبداع المخراز والتصفيات الكبرى. صحيح، يعني احنا اليوم كان افتتاحنا لهذه الشركة. هاي الشركة احنا يعني فاتحينها على أساس إنه كل الناس تأخذ بضاعة مرتبة، بضاعة بجودة ممتازة إن شاء الله بسعر كثير صغير. إحنا في عنا بضاعة بتكون جديدة وبضاعة مجددة ومكفولة كمان. ومكفولة صحيح، بميز بضاعتنا إنها مكفولة بالسوق. طبعاً بضاعة إحنا منجيب ماركات، ما يعني مش راح تكون أي كلام، وإن شاء الله يكون السعر مناسب. هدفنا إنه يكون كل الناس قادرين انهم يكون في بيوتهم الماركات الحديثه باقل اسعار. يعني بدي اخلي الفقير يكون في بيته البضاعه اللي بتكون موجوده ببيت الغني. طب سؤال، يعني بمناسبه الافتتاح، يعني ما هي المميزات والمفاجات للمواطن والزبائن بمناسبه الافتتاح؟ يعني اول يومين راح يكون زياده على الخصم الموجود، في خصم 10%. طب شو توجه رساله لزبائنك بمناسبه الافتتاح؟ بحكي لهم انه البضاعه مكفوله، ما فيش داعي يعني للخوف، بضاعه جديده موجوده، اللي بده جديد بكون موجود، اللي بده مجدد موجود، والمخراز كمان موجود، وكل شيء مكفول. تواصل معكم مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه تلفزيون الفجر الجديد في هذه الامسيه والافتتاح المميز للابداع للمخراز والتصفيات الكبرى في صوره مراعاه الظروف الاقتصاديه وايضا مراعاه الناس الفقراء في تقديم الافضل لهم دائما في داخل منزلهم. ونلتقي مع رائد الطيراوي. يعني اليوم افتتاح مميز في بلده عنبته، صوره هذا الافتتاح. طبعا حقيقه اول شيء اسمح لي ان ابارك لاخونا سيمان واخونا طارق على هذا الافتتاح المميز للأدوات المنزلية وما يلزم من أدوات كهربائية للمنزل وللبيت، وتحديدا ما تم ذكره سابقا بأن شعبنا الفلسطيني تحديدا يمر بظروف صعبة قد تواجهه أحيانا في الظروف الاقتصادية، وخاصة جيل الشباب من خلال التأثيث أو أثاث البيوت. طبعا هذه أكيد ظاهرة كثير رائعة، ظاهرة كتير تشجع من قبل المؤسسات الرسمية والغير رسمية، بحيث تكون هي الرافد وهي المعاون أو هي الإعانة لهذا الشاب وهذا البيوت التي لا يعني تحتاج لكثير من المصاريف. فطبعا بنأكد على أنه هذه الظاهرة وهذه المحلات كل الدعم كل التأييد كل الجهود وكل الإعلانات وكل ما يلزم لدعم مثل هذه الاتجاهات، وتحديدا لمعاونة من هو يعاني من ظروف اقتصادية صعبة وخاصة جيل الشباب الصاعد.